المهم غنبداي جن 8 مينوت جن 5 سيكون تنكومانس ان شاء الله. قد نهار ميغ فرانس سيور المواضيع موجود نسيتي اطوار تصمد لي ما نقصاغ تصمد نسيتي ماتيري مليح ما راي جني جن يشتن يشتن نطحها بالزيوم غانخ ونشي نعاود طاحها بخزي غاوم لو صح هذا التعبير. المهم نرجع جن سيكونت وش تفنكم ان شاء الله قن خذاني تاكيدوا ما نسيور مليح نهارا غا نخ المواضيع عطسا خاص نسيور نسيتي ما كي نخ قمم ونسيتي كذلك يعني ادنى نفسوس يعني خرغ بعض الاراده. المهم نرجع 500 600 نوذن نوذن ان شاء الله. أزولي ثومات السلام ما رخوم خوم يجن يجن عجاها يمشي المهم لكم ان شاء الله. المهم الموضوع مزورو المواضيع مزوره نحاول قدر المستطاع يعني خاصني كخذ غياب دايرين مختصرين. الموضوع مزورو يخفغ السيورخ في وش ان شاء الله دي ثندين ستراسبورغ غا 22 قد نجل الوقفة. المهم تنضميت اللجنة ستراسبورغ يعني الأحرار إحواريين ستراسبورغ يعني وجيشا إني قوان ستيلي كوماند يوذانا غاخ دايس انتقى الكاملة يوذانا ذي مزلقان يوذانا وكشي خاسن الشهادة والقيم خربدة خاسن الشهادة. المهم ثي وشا إن شاء الله غا ثنين ذي ستراسبورغ إني خسنا دزان ثم العنوان ذي لاندريس هذا عقبا غص في حينو هذه النية فين سمى المول الساق ذي ست ساعات ذي سميس غث كوماسا ذي مرمي غث كوماسا ذي ماني غث كوماسا. المهم تتاغزي مارة ثومات ذي اسمى بالخصوص يوذان من ستراسبورغ ذي يوذان يوثسن ستراسبورغ أدغان خسن مارة أكيد نخضان دقو بالديني إيتق اللجنة من ستراسبورغ ذي ثندين من ستراسبورغ نشخصياً يعني بمعياني برفقة مجموعة يثمس زي دوسلدوف يعني بالخصوص اللجنة من دوسلدوف يعني اللجنة الحقيقية والأصلية من دوسلدوف أناح جماعة يعني 12 الأشخاص دونك 12 يثمثناخ زي اللجنة من دوسلدوف ذي وشا إن شاء الله أنا هو أنا حنحضاق يثمثناخ ذي الوقفة نخذ قبدي إغاية وقن دي ثندينت من ستراسبورغ سويني انت تار الزيوام ان شاء الله سما زيرات جغمور ناخ التاسنتي والشاكي نخذ حضام نشينا دنو يعسى وخي قجو بريشا 500 كيلومتر ولكن ما مش نقارب دا في سبيل الريف انو يوع 500 الف كيلومتر وجيبوغا 500. المهم ذوا يعني تا الموضوع عن الزوارو ما مش نغرخو اخاس نسيو شويت مختصرا يعني الى حد ما ذيني عوض يعني الوقفة الثانية إن شاء الله يعني قد جاء الوقفة ذي المسيرة أنغزاي وذان ما يطاس مدروس ثني غيتوق إن شاء الله نهاء 24 فبراير ذي ثندين إن ستوكهولم ما مش تسنم السيور غد خاصة تاسيموان أخذت عوض أخذت السيور أخ باش هاد السكري جورا غي السانيتا إياث ميريفيين دي الدول إسكندينافيا ذي السويد ذي الدنمارك ذي النرويج قاغس نيايث مايا ذي اسمى مارا إيجان ذي الدول إسكندنافيا أمسا قانخ أذييري أنها 24 زي 2 نشينا قان قصة وريقت إلى حدود الساعة ذي نكتازي 20 شخص أنمون قيجن تيارة إن شاء الله أتنطلق زي شارلي غوا غا المطار الدولي نستوكهولم أنا حنمون ذومة ذر عشاث أدنى عقب كذلك دونك نشين نيخ كتازي 20 شخص إلى حدود الساعة أن راح قيجن تيارة
وانيتا دي جن خبايس صفراها طاز طاز سويني قار دوارة باش نتفتخا نيخ نتعتزا، ولكن باش عندك شوية الموتيفاسيون باش عندك شوية تسمى الحافز باش نشجع اي ثما ذي الدول الاسكندنافية قاغاهم للمرة الالف نهار 24 مرة ابريد انت وين غتندين ستوكهولم انا مسقعد ديني ان شاء الله. المهم ذوا تاد النقطة واستنين ما مشني غرخو أحاول قدر المستطاع أذ السور شوية باختصار ذي المواضيع في مزبورة الموضوع ويسرد يمكن أتصن توما توغاس الورخبا غو عشية تغاذيني مجموعة الشباب إريفيين هولندا يعني ذي إريفيين دي هولنديين بحكم سمى الجنسية سن جين يعني هو فن يعني بشكل ديمقراطي بشكل حضاري وإنساني كتعبير خجل باحتجاج سلمي حضاري نخذ فن غالسفارة نخل القنصلية وفي ثار دول الاستعمار المغربي ذي دينها الصراحة يعني فاح خطاس ومستقبلا ماني تيتاد في سما يعني في إطار تصعيد يخفن السوار ربدا كونترا الدولة العلوية لأن خمين السوار خل القنصليات خمينين السوار خل السفارات ثينات مثال رسميا الدولة العلوية يعني مرات جمد نيخ مرات اقتحمت السفارة نيخ القنصلية الجروبا يتاويد أنه اقتحمت يعني البرلمان المغربي يعني ذي جن مؤسسة غا السيادة يعني المغربية يحكم ذي المؤسسة سويني وشيد تكريج الإشادة طمقرد زكايت ما إريفيين هولندا بالخصوص إريفيين دينهاخ يعني الفعل يتعتبر شي جن فعل احتجاجي مشروع وذي الذي جني زعما شي حسب خاص وكرر من كين اي ثمثنخ نهار ذي دينهاخ ذي القنصلية العار المجرمين يقترن يعني نش شخصيا توافق خثن طولا وعرضا ومستقبلا ثمانية إغازات الدولة العلوية مادام قد صعد ورنشينا نصعد وانتغيمي بونت فواروج نيخانس حسا غيني شي قال للتصعيد يوضر وقت التصعيد وذين بوشن الحل يقدو لها يا يتما غير التصعيد تصعيد في كل المجالات تصعيد سياسي تصعيد سماس الاقتحام بأي وسيلة متاحة إلا وانصعد يقدو لها يومي قان الدولة العلوية ذي المؤسسة الناس إغاز ذاني تدقروبا للمرة الألف أحيي إحذرين ندينها خلخطوة الغير المسبوقة إدقين نهارة وتتاخذ الأحرار النغني ثم اللي حذوي حذوهم يعني أذق نوراني ثني مانايا ونشين دي دوسلدورف اللجنة دوسلدورف كان مستعد أن اقتحم السفارة عفوا القنصلية يعني أوفيثا ذي الدولة الألمانية وكان مستعد ان تحمل مار العواقب منايا راح بس ناخذ العقوبه وراح نديج المشكل في سبيل يا عريف كان مستعد ان اي حاجه غير للتذكير من زيرخو سيورنت كيديه تما زيدينها ننش كتا زي سبعه المواقع يعني الصحافه الجرائد ديوسي من زي دقه التصعيد يتجاو غير دولة إذا تجد الصحافة نسند المخابرات نسند أذ تحركن أذ دخلن وغير خاسن دونك أكرر أنه سنتيد سبعة المواقع جا الصحافة الجرائد المواقع الإلكترونية وما عليك عن ينديني غير مزين ساعات ربما يرو سنتيد حتى القنوات التلفزية إذن مستقبلنا يثمى هذه نيري دقة للنوع يعني دقة للأشكال التصعيدية أن فلع أن هجمت غا المؤسسة أن فلع أن شاف فيخ في النخاط وورا يعني ما نايا يقضى كيد الصبا ونشقاخ أقنخ مستعد لكل العواقب ربما خقل العقوبة أقنخ مستعد ربما خوين غار حبس أقنخ مستعد مرايو يشو ليمان يخذ هولندا غار حبس السنة بعد أنا واتتصدبو ذي ثمواذوش الشيخ وصمير أدو تشادش قن مالتا يعني تحتارم من شمال اوطيل المغرب باش تؤمني غير حسد ذي الحبس من اوروب ولكن في المقابل اورا اثي ذينيخ مع الاسف الشديد
مع الأسف الشديد ذي الوقت إذ يروح نيث مثنخ غالسفارة كشكل من الأشكال الاحتجاجية الحضارية الإنسانية تغاذني في المقابل ربعا ذي النوذان محسوبين خالحراك الشعبي ذي هولندا سحسث أورا مليح ذي الوقت إذ ييث مثنخ تعرضنا الحياة نسن للخطر لو صح هذا التعبير نتف المقابل تغاذيني الأشخاص تطفن التليفون ترغني وذن نغني قانا سياكم أتحم أتحضام نيخ أتشاركم للعمل والاحتجاجي إتقن الدرارية مع الأسف الشديد الشخص هو يعني نش تفاجئخ والله العظيم إلا تفاجئخ يعني الشخص هو يحظى مار الوقفات يحظى مار المسيرات يعني تقي المجهود النسخة الريف ومع ذلك يترغي وذاني قارس واحد طاطشا يعني جيث مثنخ ذي الشكل النضالي جي النهار مع الأسف الشديد السدحيخ يعني وغارب وغنبوب ويتسدحين متى والله ما جيغت اسم النس مشى ربما يغلط أسنقش الفرصة ربما غادي راجع المواقف ربما غادي صح هو راه وجبون شي ثقة هو رانا نايت جيت ما رخو ذي خمسة مينوتا قبل ما تدخل اللايف سيور انت كيف عفوا نانا يبليجن الشخص أقثى كيدسن نيخ تغاثى كيدسن يتراغى مع الأسف الشديد يقارسني وذن وتحت شاء أطحضام نيخة شاش ميثمث ومذي الاقتحاميك سويني انت تازي سيدار بيبنا ذماز ديار ربي سماز ديار ربي العقر هذي ترجع باللي وذيج الموقف سما لا يشرف إج الإنسان الدفاع خريف لا يشرف إج الشخص يسير همنا الريف نيخ يسي الشعار الريف فوق كل اعتبار سويني أتحاول قدر المستطاع نهارا ونخس ودناني الأعداء غانخ ما يكفي من الأعداء سويني نهارا أتحاولخ ودسيورخ شادي الموضوع أذمانا يا ممش قانو بدلا للتخوين يوم المهم للمرة الألف قبل ما دعذوخ ذي النقطة يا تقدم خيجن التحية الطم قرانتية إثما سكوريجن سيسمنس كوريجن سيسمن الناس قاغوم أكني وحفظ صيدة ربي وانت تاع زي اللي جان الحرة عادي جان المتبقية انت تاع زي الأحرار أنه أضحضان نخذينا ذي الأشكال التسعيدية غيرين مستقبلا على أي غير ثومات تقن الدرب عاد موسمة ونقاقاخثا ربما التهم مشان يجوا تجيبو ذو النيع إذن تفاديا التهم محد تأكد مليح أثومتين والتهم ثراديج المهم أنتقل للنقطة الثانية لأن من يعذون من تسيور خلخوي تغي مديج النقطة وخطو غادي نثرة المواضيع مختلفة النقطة يخفغ السيور خرخو أي إثماء أي إسماء إيج النقطة مهمة يطاس ما مش نسن أنه زكامي بذا الحراك ذانيتا ذا جروبا إلا وانتف في الطرف النقيض يجن التيار النغني يتحاول قدر المستطاع أنه أضياز الحراك بكل السبل المتاحة المشروعة وغير المشروعة أكرر زقامي بذا الحراك لمدة رخو عام وخمس شهور تقريبا انتف ديني نجن الإطار نيخي جن سمي جن الحركة تحاول قدر المستطاع أنه أطاز الحراك ذي أوروبا تقن جميع المحاولات تقن جميع الإمكانيات المتاحة من تمنيات الإعلام خارق اللجان تقن مجموعة نحو يج مغى فقط حمته في أطاز الحراك وللغرابة في الأمر أن يوذنا يقازون أضازن الحراك نهار ذكروبا
نشي نسن إلا المصدر النص الدولة العلوية ثاني تظهر، ولكن الدولة العلوية تسخاد إيوذان ذايث ماثنخ إيوذان ينتمون إلى أرضنا سور نيرتنخ استعرفت من بني جلدتنا مغا من زي الدولة العلوية تستوعب تفهم إلا يعرفي عماس أضيتيق إلا في شخص مرد عارفي سويني وثقيم شد الدولة العلوية تعتمد يعني خيوذان وانتربو عنصريين ولكن يوذان إمغربيين السور تعرفت من زي ذي الذاكرة الجماعية الإنسان عارفي لمجرد هذه سر تعرف يتريديني جن التنافر يتريديني جن عدم الثقة جعل إنسان عارفي ذي جن الشخص يعني ذا مغربي السوار فعرفت لسبب بسيط جدا غاس المبررات المنايا غاس ترصبات ما يمي من زي الإنسان عارفي يعانى ولا يزال يعاني إيجي جن الشخص قانس أمغربي نشذنتا وجمع خبوم مرة مغربيين حاشا ولا يعرض نش سنخ إلا ذيني مغربيين ضل أحرار حسن زقوطة سيريفيين ثاني تديج الحقيقة تظهر ولكن في نفس الوقت أقذين التصي مغربيين شاهنا نخنشين كإيريفيين لأنه 58-59 ذي مغربيين يخي قيل شارعي من 84 2011 2016 2017 أرمي يدور الإنسان عارفيخ مني تسريت عرفت يتقذ يتنخرع ويتقش هذه الشخص النير نخص نخوة نخص ذاني تدولة العلوية ما مش قاخر بدأ بحكم غاس الإمكانيات هائلة غاس خبراء في جميع المجالات لا السيكولوجية لا البسيكولوجية دارس الظاهرة وظن يعني الدولة العلوية تستوعب باللي إنسان عارفي باش استشهد إخسى أذا استسكر إجن داريفي المنايا يوقع حتى للحراك أي إثم أي إسم الدولة العلوية تسخاد إيوذان ذيريفيا ذي إثم أثنخ مغا باش الغياء التبني ذي جن الرابط الاحترام إجن الرابط انتقى جارج ذي الآخر منايا السوارخي عامة الناس إيك تحلل الأمور سجن السطحية يعني وزن ما تعمقن وزن ما تسنني وذان الحقيقة إنه ذان لنا ما روى تجيد بوذ ميسن المجال ما روى غاكي جن تجربة ميدانية ما روى غاكي جن تاريخ نضال إذا زراع وزن ما تسنني وذانا إخف السوار خمورخ إذن باختصار الشديد قاق باللي الدولة العلوية يعني توظف أي ثماث نخذيري فيين باش اذني ثني خيازن اذني ثني خيشان اذني ثني ايتقنهارة في زمار تيم قرنين حمتاف يعني ما يسمى استعرافت بنسف الحراك الأوروبي يعني الحراكي جندا ذو جروب وعلى سبيل المثال يثمع على سبيل المثال ادنصاصج النموذج يعني نجل مؤسسة نجل الإطار يخدم رنت تدر خدمة الناس هو خرق ذ نصف نخ محاولة نصف الحراك الأوروبي من يعني على سبيل المثال لنجي المؤسسة ذي هولندا ربما تسرم خاص مؤخرا قانس ريف أليرت يني ويسين ريف أليرت ريف أليرت ديج المؤسسة نيخ ديج الجمعية نيخ ديج الإطار ظاهريا يعني ذي الواجهة الناس من يتبنى نستي الطوين تدعي أن الإطار هو يتوأسس من أجل الدفاع عن الريف من أجل الدفاع عن مستقبل الريف ذي المصلحة نار ولكن ذي العمق الناس ذي الجوهر الناس المؤسسة يتا عماس إلا تسد حمتاف الدفع خارف بتاتا مغا أولا المؤسسة يتا ومقان ريف أليرت مرمت وأسس تأسست
سمح تا يسون في بنادم وفهم بنادم قد كي دير الزاد دي لايف اتس نايت. المهم وفهم خوالو على اي درخي ان شاء الله. المهم المؤسسة، لان الموضوع انا راه ديري شويه حمايه الطز، ربما قي مستعد لاي متابعه قضائيه لاي شن حاجه قي مستعد، وغالي هذه المشكله تاوخ. دونك باش سما نوضح ديم سرايين يوزان من مشقة آخر بدا للريف مستعدين أن نضحي ستودع في النخ، ماشي سعى من نحبس نيخد عامين نيخد 10 سنين نيخد 5000 نيخد 6000 نيخد 7000 أورو ما وص أقان نخ مستعد أن ضحى من أجل الريف. أدعق بخال موضوع الريف أليرت. الريف أليرت تأسست مباشرة بعد اللقاء مزوارو يتوقن دي الاتحاد الأوروبي مباشرة وانس تؤسس ما يسمى بريف أليرت. سمحت لك شي صونا التليفون عاود وفهم خي بنادم والله ما فهم غاس بنادم يستني لقيت خلاي في تصونا تخش والمشكل خوذ تغا دانيتا الصراحة والله ما فهم واش تو شيخ دي الموضوع عاني خي انتي تيري قولي ما نمشي ونشكل المشكلة الريف أليرت مشكلة صح سبحان الله العظيم. المهم نحاول خلني غوم الموضوع هذا يري حساس الطاس، الموضوع هذا يري حساس وخطير جدا ونشوف دقة وما قيم مستعد لكل شيء. نيخ المؤسسة يا نيخ الجمعية يا نيخ إتجان غاسيج الغطاء حقوقي نيخ إلى آخره ذي العمق الناس نسنهم يتخدم، يعني في بداية الحراك من توغاتك توغات كونترو تغات كونترو الوضع تماما، ما مش تغات كونترو الدولة العلوية الحراك ذا القادة الحراك الدولة العلوية غوم زوارو مي بذا الحراك في سيمانين ني وجيبو جدي في سيد باللي قتير عن ريفي النيد الشباب اذ قنيج عايج نشهاني خيج نشهريان اذو يوانا ضعوح، ولكن تفاجئ. دونك نفس المنطق يزيد تعامل يتصونا يا إذا ثوما توجيبو ستيليفون يتصونا يا يدغى الميسانجر، ولكن كيخ الغلط إيري كسخ الميسانجر نيري مسح سكورشي. المهم ستيم خوتي تعويض شرخ. دونك يا إثمان نيخ باللي يعني المصدر من الأفكار المؤسسية هي نفس الأفكار الدولة العلوية أقوم، يعني غاس نفس التصور نفس تحريمشت نفس الخدعة ما يمقى خوارا الدولة العلوية ومي بذا الحراك ما مش دني خرخو عاد واجبو ديريكت تروح ثمن عدي وذان ديريكت تيسي وذان توجيثن غير حبس، بل تغاد كسيد قني بشيء من الحذر بشيء من اليقظة بشيء من المراقبة تكون تروات غزاء الأمور ما قوانت غزاء ما قوانت غزاء. نفس الوضع التنهج ثاني تا أميقان مؤسساني خريف أليرت والسني مزورة ومي بذا الحراك نقى مجموعة الوقفات مجموعة المسيرات تغوجن بشكل نهائي، مش لمجرد أنه اللقاء مزوار ذي الاتحاد الأوروبي أوانس ديريكت تسد باش تأسس مغا من زي توالن مستقبلا الوضع ذاني تاذ جروبا ويتغيمشا يعني راهين نيخو ويتغيمشا مرتبط فقط المظاهرات الوقفات، لأن الأمر ذي يسجل الحجم النغني ذام القرآن إذا نهني من جين ضربة استباقية إزوان الأحداث دغيا قرعن السن المؤسسية مغا حوما تفزي السوارن سيس منعرف وذمانين نتقن هارا يساورن سيس منعرف ماني مذروح أقاين ديني وكتازي مانايا والموضوع قن قواد غاس حتى المحاميين نخس ميريفيين حقيقيين حواريين فقصاثا المؤسسة ينريف أليرت ثويديج المحامي نغني وغاس أدنى على قيقا الريف ولا التاريخ نعرف ورا إيق المصير نعرف. إذن أوانس تكونتروا وميغاث كونتروا الوضع ديريكت تروح السجود سقاط إطار ما غد سقال إطار هو المهمة يثنها
باش انت في غيسورن سيس منعرف مستقبلا، لانه هذه ديج الاطار غاس في ورقي ديج الاطار قانوني. ولكن في نفس الوقت الوم تلومي غير خفينونش بدي غزك خفينو، والوم مريري فين الاحرار جروبا، لانه ونويض شاع ثقافه التنظيم، ونويض شاع انفك ما مش غانق ان تؤسس ثقافه التنظيم ذا الاطارات القانونيه حمات فدن الشيني غيسورن دي دق الفرص. عفوا نقي من طفوار وجوها نطفغ الشارع ونجي ثموات ونجي ثندين ونجي الشارع توغن قاس سيفان نكمر سركيرا نرخوق نتصفع سطيارة من أجل الريف. ولكن مارا منايا نسوج دا سنتي دي دقان يوذان على طبق من ذهب، يعني ديج نطبسين ندهب نسوج دا سنتي الناس قوما يثما تفضل. دونك الغلط عقدي ذاين خوران الشين بوركي وانو من شاس ثقافة التنظيم ثقافة الإطارات. وثاني تاديج الفرصة عم مصر وقت ويعدو تاديج الفرصة حمتاف يريفيين مستقبلا نذفكا أدأسن يعني الإطارات باش دقان نذان وذا وقت تنشا المجهودات النخ وذا خسن وثي ذي النخ نشنقا وجهونا الزنسو شنحاش مانا ينتقيث نتقيث يعرف ولكن نثني وثقن بو يعرف. إذن اواني زاد ما مشديو سد دقا يعني باش نعاود يجن سما اواني وقفت 4 يونيو 4/6 يتوقن دي روتردام مارت تاع قرمخاس يمكن تعتبر من افضل الوقفات وتجي المسيرات، وانما الوقفات يحضان دايس شقطه زي 2000 شخص فقط من اجل الوقفه. اوانس استوعب باللي الشارع الانسان عارفي يذور يومن صلحيراك الريفي يذور ومنن باللي يا الريف نيخ الحيراك الريفي يذور دي جن الثقافة متجذرة ذي الانسان عارفي ذكروبا او ناس مباشرة اتصدان البيان البيان على اساس التسامح البيان على اساس شويه الوسطيه غنشي نوغا حول المشكل وني غيسين بندو نعرف ولكن ونرفض شو ني غيسين بندو المغرب الى اخره. دقني الخطاب اقتاد فنت شويه شويه. في نفس الوقت نثني مين تقن باش هذا عزم خيج القوس نثني توهمني وذان باللي مره من يثوض القضية أنا على المستوى الدولي المستوى الإعلامي المستوى المؤسسات الجروبا قامش الفضل يعود إلينا. حتى النائبة البرلمانية كارابولوت تنغني أوتشماثن كاتي بيري نثني قامش قد نشين إتيدي الصفغن ونتذخارق مباشرة يعني ينسف في الدقيقة الأولى مغا من زير وتشماثن قال خوسما والنيو وتشماثن كاتي بيريد وتشماثن نغني وسنتيد لأول مرة حضانت دي وقفة روتردام انها 4 يونيو تغعاد وغاس بالوجود على ما يسمى ريف أليرت. إذن خميني شقان قد نشيني السيوض المانية غال برلمان نشيني دي الصفغن البرلمانية تكيخ تعطفن مانية ذي خارقا لا أساس له من الصحة من زمام شني خرخو بوركي اثنين البرلمانيات وسيند حضانت ذي اللقاء نخذي وقفة 4 يونيو اتوقن ذي روتردام. إذا المنايا يثبت أنه يوذن صخاريق يجن حاجة توقيت ما قيت ما يسمى بريف أليرت نهاو مثهوا كارابولوت أتهوا غال حسيمة مرتع كارمخاس سكنت أول مرة غدا البيضة يوذن يكيدي دي السيورة وغايدة يسنطيقة الكاملة قانش الفعل هو ثقيت النومي قان ريف أليرت يعني عوضة تحغي الريف سكنت غدا البيضة أولا منايا خطير وخطير جدا. إيج النقطة النغني فالنقطة خطيرة وخطيرة جدا خطيرة وخطيرة جدا جدا. ما دائما
المصادر الخاصة قال باللي يجن الشخص تابعي المؤسسيات يتصل شخصيا يجن المسؤول زي اللقاء يتوجن آخر مرة ذي فرانكفورت وقانش قذنتا يعني الشخص وزي هولندا يتصل يجن الشخص تابع يعني زي المسؤولين تنظيم يتوجن ذي فرانكفورت يتقترح خاص على أساس أدي استدعى أمثنخ عبد الصادق البوشتيوي منايا خطير وخطير جدا خطير وخطير جدا أكرر يجن تومات غايدة استقال كاملة يأكدين باللي لقاءات استمرت إلى الدقائق الأخيرة لأنه عبد الصادق البوشتيوي تغوي تجيبو اسم الناس مدرج أضي حضاضي اللقاء فرانكفورت ولكن الشخص هو في السوار خرخو يتصل يجي جنزي المنظمين يقارس لابد الدقائق الأخيرة يقارس لابد تستدعي عبد الصادق البوشتيوي ذاني تا أنا عزمي جن القوس ضام قرانا الطاس قامين دوم قاخ نهارا يعني اللايفة ويد غيك نهارا يمكن ويد زار نجيج المود ربما يمكن خاس أحقر حباس يمكن الفيسبوك هذا يبلع ويتش ورحق عدد السوراخ يمكن الليمان هذا يبلع انترنت المهم هو رئيسي نجاة الحاجة المعقول أنا عزمي جن القوس خو لابد هاد النصح ذا ثومات عبد الصادق البوشتيوي ثومات عبد الصادق البوشتيوي ما مشت السنه مرة اذنات صداد المحكمة الحسيمة حكم غيابيا خشخصوا بعشرين شهرا نافذة غاسل حق ذي استنف في مدة عشائيات ولكن يوداني فهما للسياسة قانش قثمن عن أثمن عن أثوين غير حبس أثوين أثوين غير حبس ولكن من السبب إيجين دولة العلوية أذا يستكى جهنم لمجرد أن شنسن إلا عبد الصادق البوشتيوي غاست تدوينات يعود تاريخها إلى أكثر من سنة إلى أكثر من سنة ولكن أرمي ذي ظنات اتصدى المحكمة الابتدائية ذي الحسيمة الحكم النس بعشرين سا يعني عشرين شهر نحبس في أفق ذي ستانف ولكن يوذان يفهم ذي السياسة قانش قد يستعدو الحبس دونك منت العلاقة إذن جاء تصريح يكشى عبد الصادق البوشتيوي ذي فرانكفورت اسم التسريع ذي الحكم الشخص هو مقان عبد الصادق البوشتي واش دينشان العلاقة نخمانايا يسد صدفة واه ذي علم السياسة قانش لا يوجد شيء اسمه الصدفة ذي علم السياسة قانش الصدفة وغاس بومشان كل شيء يتيري مقصود ومدروس سما سجن 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 السماحة و دونك ثومات عبد الصادق البوشتيوي ينا قا تصريح النيكا ذي فرانكفورت ينا قاذي نايث مثنخ ذي ريفيين موت يعني زي المخابرات المغرب يعني مخبرين متعاونين او راي الناس عبد الصادق البوشتيوي ورادي جماي كاد ديني لالي التخوين مرات التزم من الصمت باش خميتي دغيني خنش مرات قام يوبا لالي التخوين وتجيبوا الموضوع ده. دونك القراءين المتواضعة شرب دا خميتي القراءين قاخ ربما أتيري صحيح ربما تيري غلط ولكن نشت واريخ من قاخ صحيح لأنه من خزيز
وربما ذا إذا يسي وضر عقرين وكرر نش تواريخ الحكم إذا صدان خثومة عبد الصادق البوشتوي غاسل علاقة مباشرة إجت صريحي جا ذي فرانكفورت سؤال مغا ما يمي أذو مينيخ ما يمي لا أحد ينكر لا أحد يزما أذنك إلا غان خيث مثل خذيري فيين ذي الخوانة خدمني الدولة العلوية وأتحدى شن جن أذي ثبت العكس دونك يوذانا يقصد ثومات البوشتيوي يخفي السور يوذانينا الدولة العلوية نظام الاستخبارات الناس لا تجيد المخابرات الخارجية عاد وزيسن تكمر هو المهمة هذا المهمة نوذانا يقصد البوشتيوي مهمتهم لم تنتهي بعد دونك الدولة من غث كذا أتحاول أخسن الدفع أتحاول أخسن تسطى أتحاول أخسن تصنفة التهمية ومقام التخابر ما يمي من زين المهمة نوذانا عذوة كمر خميني نقال مهمة نوذانا عذوة كمر المهمة نسن إذا سني مكشن من تعنى هي نصف الحراك الريفي في أوروبا ربما الفكرة ثوض المهمة نسنينا عذوة كمر شام ما يمي المهمة نسن وتكمر شا لأن المهمة التي منحت لهم تتجلى في نصف الحراك الريفي بأوروبا تذ المهمة نسن خمي غينس في الحراك الريفي بأوروبا خمي وردي الجنوة دي تفضل دي الحراك الريفي دي أوروبا خمي تيري وذان مار عقب نغثة دات خدني وذانا أتنتهى المهمة نسن خدني والسينخ مدين يريشا شا الموضوع عزيز توكل فن نخاض من ضان الى مزبلة التاريخ ما مشي نضان نظام بن كيران دل يوسفي وهلوم اجرى لان النظام العلوي بن ذم يتقسم وقشوان للشين يكسي دقشوانين تاريخ وكفراض اذا للتأكيد خواوارينو أن ثومة البوشتيوي النجم موار يرقف الزي سيزوم يقفوس خل الجرح ومي غا يقفوس خل الجرح ينضو الدولة المغربية ينضو الجهاز الاستخباراتي وحتى يوذانيتو غجان معنيين سالكلام ثومة البوشتيوي من حقهم تحتجن خدولاني من زي وسنتوفابو الامن وسنتوفابو التستر وسنتوفابو يعني الجو ملائم الخدمة غاسن الحق تحتجن السنين قفض حماق عارمة خاصة أنه يوذانينا يتبالج دل المناضل يتقشن وضع خوز تشيف يتفستيلو يتاري الريف 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 ما يمي باش داخت حشان مقارس نشي نسا قوز ما داخت حشان نشي نسنيك النيو من تعلم نسنيك النيو ومي تخدم نسن الأفعال نوم الخسيسة نسن الأفعال نوم الإجرامية نسن الأفعال نوم الخبيثة يتقم كونترا يعريف كونترا يريفيا وكتازي مانايا وذو هذا الموضوع الخطير في الأمر أن يوذانينا غاسن علاقة طم قرانت يقم جموعة العائلات المعتقلين ذي عريف وآخر اللقاءات توقن قبل أسبوعين تروح السجن تمغادزي هولندا جمع مجموعة الأمهات اسم المعتقلين الزواجة تنسن جنج اجتماع سري بالعنتي وراء أربي وحد سيسن من دسي وقعن وما نيت واقع اتواجد الحسيمة بالضبط
منين السوار الدولة المغربية غاس المخابرات وران الشين كحيرة كريفي مبارك غاح المخابرات النخ ماني غاث القمضان وما قادين غاح في الطاوين النخ سجاد نسيد ربي العالمين وانتخطي 6 8 ثورات شان حاجة ولكن كل شيء كل صغيرة وكبيرة توضى نغدخو سويني أغتنم الفرصة وراني عاود النخ أغتنم الفرصة باش هاد وجه النداء يجمور العائلات المعتقلين إلى الزواجات المعتقلين إثاروا المعتقلين الوالدين المعتقلين هذا سنوجه جمور زكي جوريفي يتخساريف وذين بوشن حاجة يتخسي تسنجي الكرة الأرضية كتا زيار هزوخ هذا سنينيخ أي مثنخ أي سمثنخ أثي مغارين النخ قيو ذا النجان دير حبس نهار ذي الضال بيضاء نيخذي عين عيشا نيخذي مار السجون دولة الاحتلال إني ورنشين التواس ديسن إني ورنشين غان خرحق كائري فيا أذي سنيني الرأي النخ ما يمي من زي نصر ذي جلول ذو حمجيق ذو ذكور شيسن ووذيفن ورحبس خل عائلة نسن وذفن رحبس خار ريف ونشك يوبا جزء من الريف بابا جزء من الريف تماما ما مش تجي شك العائلة المعتقل جزء من الريف أنا اشتي تتواز ديع الريف اشتويني ذا تتواز خرنش نهارا نصع ويقيم شاء سنخ إلا بيولوجيا باباس نسنيت يماس نسنيت ولكن ورانش تحسي خناصة يتمثالي تحسي خناصة يتنتا مغاري حسي خناصة ذوما أخمي ذاتي تجاي ما ذباب خمين السوارخ محمد جلول محمد جلول تشيخ كيدا سام بابا نش خمي السوارخ محمد جلول تخص خادروخ خمي تفكاخ الوضع إذا تعيش النهار يا يثمث نخدير حبس شمارة الخد سلحي ربما دروغ ولكن تروخ ميتي لغدي تدات وحد أقسم بالله العظيم إلا تروخ دون كوارا قاغسنت العائلة المعتقل قال معتقل ويقيم شا قضية العائلة إذ ور قضية الشعب الريفي عامة باش نوضح دي مسري ومار ريفيين غاسن الحق ذينين الرأي ينسن ذي نصاد جلول ذي الأبلاق ذو حمجيق ذي مار 2000 معتقلي جنهار سكور شينخ نتواس ذي نصا نصا نهارا ويقيم شاذ الشخص عادي نصا يدور ذي جل بطل مار كيريفيين نفتخر أنه ذي نجن الشخص قانس ناصر الزفزافي مار كيريفيين نفتخر أنه ذي نجن الشخص قاناس محمد جلول يني وذني نتواس ديسن ونتفتخر إلا يوذني وسند ذي الجيل النخنشي ونتفتخر باللي ناصع ذي مار يوذنا استطعم أذ حق نجل معجزة معجزة من تعنى تتجلى أتسمون ذي ريفيين مار سوفوسيد وزرماط يسمون إثنيش قاناس نصر إذا النصر عني وني تواسخ ليس ورنش ورنش ذوما ورنش تحسيخ ربما والسينخ يمكن أن تكسخ بوح برينو هذا ستكشخي الشخص هو من زي قوم ذا الفعل يقى مستحيلة يكشن يجن بعد محمد بن عبد الكريم الخطابي إذن أورا السيتمخ الفهمان يثمثن المعتقلين عائلات المعتقلين وقاغس نسا قيوذنا تحشن خاوم تبوصان خاوم أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم إلا يوذنا تبوصان خاوم وشافه مثوارين وممشتخس
ينا تيران خاوم قنسن كلشي ماني خصنا ضوضاء، نسن الافكار نسن المستقبلي، نسن ما يميت استقبال العائلات المعتقلين، نسن ما يميت سكان التمنيات، نسن كلشي قوا تجيبو عز مخاس قطرح تيجن السؤال، ايجن السؤال فقط بلاك شي ما يخاس الجواب تثبت تخمانيه ماني تافن التمنيات يودانا إني ثاين ماني تافن تمنيات يوذانا وقاهو ذوم تيشن رني إزي ذيك ني وتعاون ماني نتافن قيو ذانا ينا واخد من ويدم تيشن هولندا سما سوسيال هيلفا مش صغاني نظامان اجتماع مي مجي سجيني انا غاسن شتويا التمنيات غاسن الشقاق ما يسمى بالريف للإسكان يجان تابعا المخبر الخائن والنوم يقال حموتي ما تغيروا موان ستين شاني نيخو نيخن السوارد زي الفارغ لأنه سمى كإشارة الموضوع على الحموتي غاس وضخ يعني بتفصيل مفصل الأخطبوط العقار سمى ديار يوش عن تيمورا مارا يوذا ويوذا ناينا استفاد الشق سمى الشقة ذي روسط حسين ويسنتيكش جدي جدي ودي جيبو ثمور طونك العقب خريف أليرت مين يعني الرئيس الريف أليرت مين يعني رئيس ذاريفي تجيبو ذاريفي مثل حسيمة تجيبو مثل حسيمة مثل نظو تجيبو مثل مين يعني مين يعني رئيس الناس مثل العرايش مثل العرايش ويسين حتى دي السيور تعريفش والشخص هو يتهم في وقت سابق إيريفيين الناس نقا إيريفيين أكبر شوفينيين ذي العالم يوسد هو ناس ونوم يقال محمد مزيان ميس قائد الانتفاضة نعرف يارد خسيجن ما قال تفصيلي يفند أنه نشين دي شوفينيين واش بنادم هو اش غيدافع عن خريف واش دي وذانينا اش غيدافع عن خريف لا اعتقد يوذانينا وغاسن ادنى على قي خريف الرئيس الرئيس ريف اليرت أقاث عضو في مجلس الجالية سمق عن عضو في مجلس الجالية ماذا منيخ من هذا عضو في مجلس الجالية ذي جن مؤسسة سيت الدولة باش تسمون مارة ما يسمى بمغاربة العالم أنت بلع جن بيرو ذي سنتصرف ما مش تخسنت ويوذني غاسي تنتمان مار خدما للمخابرات المغربية العابرة للقارات إيوا الشخص هو يتنتمى نيخ عضو فيما يسمى مجلس الجالية وانيت الشخص هو يتستفاد ستمنيات ندولة يبوبريين دي معاشن يتتمنيات نسن واش دواخك غيدافع جاوب ثاني واش ذواد الشخص يخاك غيدافع عن شكت تد تمنيات نيجن مؤسسة السند إلا تنتمى غيجن نظام فاسد متعفن السند إلا المؤسسة النير تمنيات الناس من دافع الضرائب السند إلا غاخي مجيع السند إلا غاخي بوبرين السند إلا غاخي حنجاني مزيان تتسند بارا شكت يسيد تمنيات زيد دولة النير يعني شك عماص إلا تخصد الخالي الإنسانية عماص إلا شك تخصد الخير للإنسانية أبدا مرا وني تخصن الخير بنادم لا أعتقد أنه ذي انتمى غيج المؤسسة قانس انتمى المؤسسة اللي غدولة المغربية بتاتا مرا ذيك ثنقت الضمير الإنساني إن كنت تملك ذرة من الإنسانية لا أعتقد أنه الشخص هو
تسمى ديري موظف غيجي الجهاز تختصم تستيدين يبوبريين ذي متطون الأمهات النخ. لا أعتقد، مستحيل. كذلك الشخص هو بمعية أشخاص غنقين ديري في أليرت نثني سمى الأعضاء في ما يسمى صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا. صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا وهلم أجرى. وذي نجي الإشارة بسيطة ذي اثنين الأشخاص أرخون تقو ذا نسي ورقة عن جلالي التخوين أنسقع عن جل الحراك ذي يويو عن جل زميت غصي وظن نشينا نتفاروش خمي غير راح الحراك هاي يمينو يذي فق اثنين الأشخاص الجنزي هولندا الجنزي بلجيك يوذانا ينا سواء نخلي يسار المبادئ اللي يسار اثنين نوذان طلب رسميا الانخراط ذي مجلس الجالية والملف نسن عاد قتي ديني ما استرجنا خاص ندراغن ولكن واخا سندري غير نشا يوذانا ينا نهار يتفق دي تزايد خان يتفق دي قارش قنش داري في ذا يسار يا واحد جمع الملف نشا صح وحيسيد الملف نش قال الملف نش قضي خصاري نهاو متوأس المجلس راغان تخيري فيين ولكن امي السيد فن والله ما السيد فن هذه جوري فيها نضاع اري في نضاع افراد اذا ني وذا نينا يصاص الملف نسن باش اديرين هذا الاعضاء لمجلس الجاليه يوذا لسنا خفي تزايدن ها المهم يوذانا ينعود ينوم يقان ريف أليرت ذين كيدسني وذان متهمين بسرقة أرشيف محمد شاشة ونوا يسير محمد شاشة محمد شاشة ذي الكاتب ذاري فيه غاس مجموعة الكتب غاس مجموعة الوثائق غاس مجموعة الأرشيف إيوا الشخص هو متهم بسرقة أرشيف محمد شاشة إذن واش دينا دي وذان يش تغيو ين الخايا الريف واش دينا دي وذان يش غي خصن الخايا الريف واش دينا دي وذان يش غي خصن سما اذ خصن نصان اذ خصن جلول لا اعتقد ما يمي من زي نصاد جلول وسين ذا ذكن لحد ذكن النهاية ينا يتشعنا موسيس من الريف وسين ذا ذنغن ينا يسترزق نس المعاناة من الريف نثني ذي لا وعي نسن ذي لا شعور نسن شاهن نصاد جلول ما يمي من ذي الفكرة عن نصاد جلول الفكرة التي ستضع حدا للانتهازية والاسترزاق باسم الريف سويني نهارا قورنسن قال اسم ريغا نفخ نصاغة نقص دي معصر قورنسن ريغا نفخ جلولة نقص دي معصر وخسبيا نش ظاهريا اقيني نصاد جلول نثني شاهن نصاد جلول ما يمي شاهن نصاد جلول من زي نصاد جلول يسد ذيك اليضع لوضع حد سما الانتهاكات تمارس سيس من عريف ذي عريف هم تكمر خل الموضوع باش وانت كتا خويا ويا هذا يسنعني 2 مينوت اثنعدو يجن الشخص مصيبة كحلة ما نضحش ما تروث ما نضحش ما نرو تو غادي نيجن اتفاقية قانس اتفاقية شراكة مع بلديات هولندا اجيث انتيجن الشخص جينا ذو ميقان ريف أليرت في إطار التعاون مع البلديات يستفد مجموعة يجن الدعم ضم قرن التمنيات على أساس ذي هو وذي فرص الشغل ذي كثين ذي كثين ذي المغرب سمين داس انتي قيت التمنيات النيمة وتسين مشا قلني غو ما نضحش ما نرو
وفيغ مين غيكخن شوف فيغ هاد الشحور غادرو. تمنية ثاني سمي زي سنتي كاع يوحي بن زي سنتي جن شقق للبناء يعني وطس يجاز زي سنت العقار يجاز زي سنت مشروع تجاري. وأقسم بالله العلي العظيم ما سخارق واش دينا دي وذاني غيدافع عن خي بوبريا واش دينا دي وذاني غيدافع عن سماخي محباس واش دينا دي وذاني غيسينا منو السما المعاناة ريفيا لا أعتقد ويوذاني ترجان رخاز الجودانا يعني وتويرين هم اللي خصصنا ذيك النواضة الزان ثيفت أقاهم الشخص إجا اتفاقية شراكة مع بلدية أمستردام على أساس ذا سمولا مجموعة المشاريع باش تسخد من يحنجان دي التمغارين دي عيزن ومي غيستافد سما ستمنية ثني ستمويل ني إيه هو يحيي بن الزيت شان سبعة ثمانية العمارات إذ وريتك التجارة يزنوزا واش دي نادي وذاني زيت راجا مرخا واش دي نادي وذاني زيت راجا مخاوم دافعا قانو حرن النيا ورا 700,000 مليون مرة واش دي نادي وذاني خاوم غي دافعا هيري فيا فاقتي جو ماضي الحياة وميجن دقيق وشاف تصم ثاني أنا أنس بدل الموضوع عذانيتا شفايس نسي ورخاس ما يكفي والسين ما عشان وقت عاد ما غاو مشان الرغبة تحسن ما صافي ما لا توحر ما نسبد ما غاو من الرغبة نسي ورانا عني شي حاجة مهم ما رخص ما تحسن ما دنقي جمدي جم واحد باش واخو من تيريبون فقر ما لا توارم خص ما تسي وراخ الجيم دي جم واحد باش انا عني شويه مغور مرات وانا مثو حرم ذا يومي ضاس انس بد منايا هنجرى موال نغني ان شاء الله المهم قاعد التربه وروادي تيوض انا نيجي الموضوع النغني الموضوع عظم مزيان هذا اسم كيش 5 مينوت وها يجي الموضوع عظم مزيان المهم موضوع هذا يسير 3 مينوت نهار نسفتي عدان وغادي نجن إجن 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 لقاء يقيث وزير الجالية ذي ثندينت ثندينت النومي قال أنت ويربن تغي سوارة التومات أنوار سكي غسي جموزول ضم قران ذي مار يثما مار يثما كيسي حضان ديني نيخ أنه نهان سفت يعذان تغادي نجن لقاء كلف الزيس ما يسمى الوزارة الجالية نشين وين تجيبو ذي الجالية حد نش ساني تقع غسي الدولة العلوية أنا لست من جاليتك نش وجيغ بوزي الجالية نش داري فيه ريفي مشتت ريفي مهجر نتيجة جن سياسة عنصرية إن هجيت المجرم نومي قال الحسن الثاني كيذ نخ إيجي ريفي النخ يسمون الديني مجموعة نوذن ولكن أدرك زخي جن الشخص بوركي يسي وريكش الكلمة دين غا داخل الشخص هو يتنتمى غيج المسجد قانس مسجد السلام مسجد السلام ذي مدينة أنتويربن الشخص هو ذي الإمام وخطيب اسم النس حسب المعلومات ذا ديوضن قانس طاهري انت تجيج مشان قانس الغماري جار رويض ذي الجبارة متواجد هنا في أوروبا منذ 1991 وكان ديجا يكشس محمد السادس وسام ملكي قتوريد محمد السادس يتش الوسام ملكي للمفسدين
هاد الفقاوات يجين تابعين تا يكسين معروف محمد السادس حسب المعطيات إذا غديوظا تمزيذني ومقال مسجد السلام غايت انتما استعمى خاص بالمطلق غادي هنا تمزيذاوين اشتقى ناس مسجد بلال اشتقى ناس مسجد السلام واني مسجد بلال رفقي النس قناص رشيد ولكن نسي ورخ مسجد مسجد السلام ما يميقا خاورا تحاول قدر المستطاع هذا يسختصا ما يميقا خاورا قاغس في ريفيين وما أكثرهم في مدينة أنتويرب أي ريفيين أنتويرب قذر عيب ذر عيب خوم أمام التاريخ وأمام الله وخوث قوذ من التاريخ وقوذ سيدة رب العالمين أي ريفيين أي ريفيين أنتويرب قعيب وعار عليكم ذر عيب وعار خوم يثمى الزوم الزاد شرف قنام والنيع يكشس محمد السادس وسام ملكي واش توارم كني محمد السادس اش يكش الوسام مروث جد دم خزني ذا المخابرة تمتع مروث خدم ذا المشاريع السياسية الناس مروث جد الخطة كيدس واش توارم محمد السادس اش يكش الوسام واش وذين ويري في ينض الأحرار دي أنتويربن واش تمزي ذا يوم قان مسجد السلام وذي سوي وذن تقذن سيد ربي العالمين وذن ويري فيني تقذن الله سبحانه وتعالى أتسيور ميق المجرمة ويق مين يعني انت باش الزومي السور مين يعني انت باش خومي باللعدين وزن ما تعر من نفس ما تحمد الزاتش مسيد ربي ما تحمد عبد محمد السادس واش تحمد عبد مسيد ربي ما تحمد دعمي محمد السادس ثمزي ذات بالنمت النثاء عباد الله تمزي ذا تبنى متستن عاشين طاروان ومذ قروبا تجمع مد فرانك 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 غوم قاروم دي سكي محمد السادس يجنفقي من المخابرات الزومي الزاتش الزومي بالله الصراحة نشتم ما دور خدس الحيخ تتاخذ الزومة بعد أنا مروا تزمام واتزاتش شوانا سرفقيني قصلا وانس بالله العلي العظيم لا تجوز ما يمي لا تجوز أذومين إخ ما يمي شو تجي هو مفتي ذي الإسلام نخارشا العلم ضم قرن دي الدين ولكن شمين السنخ الدين الإسلام يسد من أجل جنحاج يسد ذي حارب الظلم يسد ذي حارب الشرك ولكن في قوة النظام حارب بالظلم لأن الظلم اكتمارس محمد السادس الشعب عارفين نهارا يتوارث مش ذو غاضد وقزين الحيوان ثمارة فما بالك سيجن قعنا سرفقي ما غارف قوثا وزمانا السورنا ذينين اللهم إن هذا منكر قول كلمة حق عند سلطان جائر ما مش قال اسم ذي الحديث ذو النوم قال الإمام الحقيقي والإمام الأصح إقا كلمة حق لا يخاف في الله لومة لائم قد ومي قال رفقي الحقيقي ويتي قذبوش انحشت إلا الله سبحانه وتعالى ولكن في قوة ثواتي قذن بصير ربي تقذن محمد السادس خد من تحت إمرتي سويني قاو ميري فيين مرات ورم ثمزي ذا قربث قاكني مونث قفوس قفوس الزرد خفورة ضينا حاشي اللينا ذر في قوة سك ما فراغ الزرم خسر قد سمسان ذا ومذيني حس من كني واد فهمن تقن خوم التكبات طع جروف قانش زريخ مشكي ومتمعامل يتقعد غربين بعيد غير سقد سمد سيدنا عيسى يقعد نخربين بي. سويني تتاخذ زيوم الله يرحم الوالدي يعني وقت الجد شغاه يري الموقف زيد مزيدة وينا يعني نحتارم ذي مزيدة وينا نحتارم سمى صلاب بين عالمين يوصي خسنت ولكن آية يسمع قرب ذي فقوات المخابرات أي رفقي ويسيوير ذي الحراك ويقع كلمة حق ذي الحراك وني غزر مخاس سكمت غوفراب مع الأسف الشديد يقصير حرطاس بوركي السقسي خنا نايل 90% انو ذاني تزاد شنواني رفقيني ديري فيه حشومة ذر عيب وعار والله العظيم إلا ذر عيب المهم هو ذا ورم كارو غيني هذي الموضوع انسور كيش الموضوع نغني في سوسوا هذا غيا
المهم في إطار سمى العلاقة يجبنا اسمه اللقاء غيتوجن ديال البرلمان الأوروبي، ما مش تسنمارا عام 28 قبل نيجي اللقاء داخل البرلمان الأوروبي. ذني مجموعة المدعوين دسنا السيور داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، ومن بينه مجن الشخص قناص عبد العزيز النويضي. هنسيو شوية عبد العزيز النويضي مين يعني؟ واش غاصر حق دياسة دي السيو الخريفيين ملا وثي ذي السكن وسيوكشين سما الموافق وثي اقتارحن ما يمي اقتارحن ما يمي بالضبط عبد العزيز النويضي ما يمي ويجيبو خالد ومعيز الريفي الحر ما يمي ويجي الجامعي ما يمي ويجي بن عمرو ما يمي بالضبط عبد العزيز النويضي. إني ويسين من يعني عبد العزيز النويضي؟ عبد العزيز النويضي محامي عن هيئة الرباط انتيت غي سنة دي السيور دي البرلمان الأوروبي سيس منونش كي يعرفي دي اسم النم دي اسم النش نشين وغا حد خاخي السيور عامين شين تمنضى دي الشوارع عامين شين فرض الوجود النخ دي الشوارع ونجي ثمات ونكي ونجي ميس ونكي غم قارو دي سجن الشخص هذه السيور دي البرلمان سيس منو دي اسم النش دي اسم النس بدون ما كيخ مشوان بدون ما خسقسان بدون ما خينين كلمة سؤال بسيط سويني هاد حاول قدر المستطاع تخرج الإشارة بسيطة مين يعني ومي قال عبد العزيز النويضي شادو مينيخ مين يعني كني وشف كاث مليح غزات واش ونيتا بأي وجه حق يسدد السيور سيسمي ريفي عبد العزيز النويضي حسب المعطيات ما التي حصلت عليه قرف 1990 كلفه الحسن الثاني لتأسيس لجنة استشارية قنس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وفي كلفن تسرم من دنيخ ما وتسريم شا روا تسريم دعاو الخواور نيغو ما تسلم ويكلفن عبد العزيز النويضي يكلفي الحسن الثاني سلمو ما قال الحسن الثاني ياك الحسن الثاني ونين غير نجدو نخذيه 58 ونين غير اي ثمانه نخذيه 84 ديال النضوء ونين غير نسمى يعرف السياسه التهجير ايوا ذوني يكلفي الحسن الثاني على اساس تاسيس لجنه قناه لجنه استشاريه لحقوق الانسان ها واحد كان مستشارا لليوسفي سنم اليوسفي حكومة التناوب جاء 98 و 2002 مستشار الوزير الأول اليوسفي يعني من يعني السؤال موجه إليكم مشارك في مجموعة من التقارير الحقوقية الدولية المتعلقة بالدولة المغربية إني ويسن وضعرفت هذا متواجه مخصت مزيغت خميت شان منظمة غبارة غاتيسي المعلومات خل المغرب ذو الناس يتقدم المغرب يعني الدولة المغربية ذو النيك تقدم هذه السيورة ذيك الصورة لحقوق الإنسان ديال المغرب يعني وهم يخدم ما عليك هذيك الصورة عكسية يعني الصورة غيرين كونترا الدولة يلي وازم ماسكش الموافقة ذي السيور من يعني السؤال موجه إليكم ونيت من المطبلين لما يسمى لدستور 2011 الدستور من 2011 عارضنت الأغلبية الساحقة للجماهير الأغلبية الساحقة للشعب المغربي وبما فيهم الشعب الريفي ونيتي قارش أفضل دستور يسدي التاريخ هو الدستور من 2011 ويقارش أنه قديس استقلالية القضاء شخص ثمانية جاء استقلالية القضاء استقلالية القضاء تنيك حكم النهار خلق الشتيوين تغي حكم الخناصات تنيك حكم خيح نجان موكشين يظن اثنين يمان عشرين 20 سنة نشتي الشخص سؤال بسيط ونتيت كتير زمان الناس يدفع في المعتقلين دي المختطفين دي عكاشة تحية طم قرانت نشكره يعني زي الأعماق لقلوبنا ولكن السؤال مطروح ما يمي الشخص سوا ويتبني شال قضية اثنين حنجان تكشاس المحاكم الدولة الاحتلال 20 سنة لكل واحد منهما الأشخاص سوا يشقانس جمل طلوح إيش قانز جمل طلوح
التومة حسن باربا تكشاس المحكمة الاحتلال المغربي 20 سنيجي ما يعادل 40 سنة يوذن يالله غاصن 18 سنة يعني خميت غفغنة في السعد الدوبل من توغا غاص قبل ما ديال فقر حبس ما يمي ويد دخل وميقان عبد الله يعني عبد العزيز النويضة دي دفع خي بوبرينا. السؤال موجه إليكم، الشخص هو توغا يتبنى القضية المعتقل ما يسمى معتقل أقديم إيزيك يني يتوغا متهمين باغتصاب يعني بذبح يعني غاصن غاصن يوذني غاصن مواني دي السحرة. الشخص هو توغا يتبنى الملف نسني الدفع خسن أو مكارو في سما في وجه القضية يسمح ليسن يوزدو النوم يقان عبد المهديوي نسيتي ما ساتي في كاربي الصراحة نسولا انت يقد خاص المقال الناس درعيب وعار وخا يذنب المجرمين ولكن باش تجدي الموقف يعني شك لا تحترم أخلاقيات المهنة المحاماة. سبق له أن تهجم على البوشتاوي يهجم تخس في أكثر من مرة التهميس مجموعة الاتهامات الخطيرة الشخص هو ميقال عبد العزيز النويض مقرب دائم بالدوائر الرسمية نتر بدا غاس العلاقة بالدوائر الرسمية المؤسسات الوزارات وغاس لديج المشكلة الدولة المغربية نتا كان زي الأعضاء المؤسسين لما يسمى لجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة للدولة في 1990 أوانس يعني اللجنة يومي قال اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أتبدل اسم التحول فيما بعد إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خاسيد غياس ما يسمى نهار المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعني الذي صار مؤسسة دستورية بعد دستور 2011 وغاسيك تنتمالي زمي الصبار ماري شفاني يكتحش نهار خيري فيه الشخص هو زي المؤسسين المؤسسة مارة بدون استثناء من زمارة ديني الشخصية يثمع هذا منيخ من غيين أشيني هناك تجاوزات دور ذوكش الكلمة ذي البرلمان هناك تجاوزات هو زيد هناك تجاوزات 20 سنة نحبس وحن جغاس 18 سنة من مصن حرام هناك تجاوزات ها هناك تجاوزات بنادم نصاف من شوان تذي سجن انفرادي ذي بوري ذي هناك تجاوزات أكش من غيني أشيني قال المغرب قي في الطريق الصحيح قد حلاجة شوية الوقت الأيام بيننا مرينا شن كلمة مريسي شن الموقف زي الدولة العلوية أتحمل خل المسؤولية وموارين ومعرة المهم قبل ما تكمل سؤال واش وقع هو المحاميين ديريفيين واش وقع هو المحاميين معروف عنهم النزاهة واش وقع هو ريفيين تبع القضية الحراك بأدق التفاصيل وملتزمين بالملف واش وقع جنشا أقين دين ما يمي بالضبط وانيتا السؤال برما ذيك خصمة تشكيك نيخذ سوجد خشن حاجة غزال ولكن السؤال طرح قوم في كنيو طرح قوم كنيو هاد السقسام ما يمي بالضبط ذويت اقترح الدولة عفوا ذويت اقترح يوداني خدمني الدولة شو فيه مخولو وانت معروف تغاد دحي زبي ذاني تنقتضي الصميم المبدأ الحراك لالي الدكاكين السياسية نشوى فيه مخولو ييثم قوي جمهور احد وشات السيور دخل الحراك قال الحراك الريفي وزما تعزل السياق التاريخي قال حراك الريفي دي جزء لا يتجزا زي مجموعه الحراكات واللي غيسيور الخريف ديال البرلمان الاوروبي قال هذه الفرصه تاريخيه ما يمي تغنستعدوها عباد الله ما يمي غنكشيو انا ونسين احتراماتي له احتراماتي خزم مع الناس يتش الكلمه دي وين هما مجسقان ديال المحكمه يتزعزع المحكمه السنخ معنا يا تحت الصدام ولكن واش دوني دغناوي السيوسيس من الحراك الريفي واش واحد دا وي ودان الشين دي اوروبا ما غا زعما ربدا الشين تاع الزرقا بار رئيس الجمعيه الريفالير تمو زيرغا رخو عاود يدغيسنا دي السيور خيريفي زيرغا الشين زعما ونسينا السيوار
ما هو نغري، ما هو نسينا نكرافات نشينا نزيع تاع قميجات. اه واش نبدا نشي نسوى نخاخر بها، راني عماس نشي نسيو رخي يغفلنا. واش نبدا ما تقيم تما اد نرقض نطزو تكني وتسمى تتام. الى متى، الى متى، والسؤال مطروح، الى متى نقيم الوضع عن الشيء. المهم اكنيونج اكنيونج فقط غير هنا كلمة هذو من تيني قبل ما يكونوا مصوري الكلمة ذا الزواروت تعقار منها ومن اجتمع ذي مدريد ذي شهر خمسة نكاذين ما يسمى بالتنسيقية الأوروبية إخارقا في وش الناس نكمل الاجتماع ثوزت الدولة المغربية شرعت نخثب ذا نخث كومصا ذي الاعتقالات العشوائية تعقر ما كي ديما وكي تعقير مشا تعقر ما كي لمجرد يكمل الاجتماع ذي مدريد ما يسمى بالتنسيقية الأوروبية هو ذا النظام العلوي خيايث مثلا خي بدا يتعتقل ذيس ما يميع من زير يزد تغاديني صحاب الحال عاف عن التقرير ناناس قصوق نيما تسني خوا روح تعتقل روح تخطط فضات قدمارة من تخس قنسنا البيانات هو اللغة البيانات التدوينات ها واحد ها وانس يزد اللقاء ان فرانكفورت لمجرد انتهى اللقاء ان فرانكفورت من يوقع تأكيد الأحكام مارين تغف حكم من الابتدائية يزد الأحكام الاستئناف سن ما يميع ناناس قيني السوق إخوة قذ مارا من تخسر وتجيبو صدفة أواني من الشخصية تقترح خثومة مصطفى الورغي غايب استقال كاملة مصطفى الورغي ذو اني غي السيورن سيس من عارف عاود كيف يعقل وذي نرديج من الشخصة زجروبة ما يمي زعمة ما يمي مارا ينغني داسن زي عارف ما يمي وغا حبيو ذا نساز جروبة السيور من الشخصية تقترح خثومة مصطفى الورغي ذو ذا ورم كارو يزما خذينيخ في وشان مساقا ان شاء الله في ستراسبورغ يني تغيس اكني وحفظ سيدة ربي مارا